عمرها تجاوز 130 عاماً، ومع ذلك وصلت إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج. سرهودة ستيتي أكبر حاجة قدمت عبر الخطوط الجوية السعودية ضمن حجاج الجزائر، بحفاوة استقبلت في المطار بإكليل من الورود البيضاء وهي على كرسيها المتحرك. أمام الحاجة الجزائرية أيام عدة لتأدية مناسك الحاج، نتعرف عليها سويا في هذا التقرير. أول مناسك الحاج هو الإحرام، وآخرها طواف الوداع قبل مغادرة مكة المكرمة. يعرف الإحرام بأنه نية الدخول في نسك الحاج أو العمرة. على الحاج إذا نوى الإحرام أن يدخل في النسك قبل مجاوزة مواقيت الإحرام المعروفة والمحددة أماكنها شرعا. أما إذا كان متمتعا بالحاج، أي أنه سبق له أداء العمرة ثم تحلل، فهو يحرم للحاج من حيث هو. اليوم الثامن من ذي الحجة أو ما يسمى يوم التروية، يتوجه الحجيج إلى منى، يمضون يومهم ويصلون الصلوات الخمس جمعا دون قصر، استعدادا للتوجه إلى عرفات في اليوم التالي. اليوم التالي هو يوم عرفة، اليوم التاسع من شهر ذي الحجة. يقف حجاج بيت الله الحرام في صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، فالحج عرفة كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. يصلي الحجاج الظهر والعصر جمعا وقصرا، ويمضون يومهم في الذكر والدعاء، وبعد مغيب الشمس يفيضون إلى مزدلفة. حين يصل الحجاج إلى صعيد مزدلفة يصلون المغرب والعشاء جمعا وقصرا، يجمعون حصل جمرات ويقفون عند المشعر الحرام يذكرون الله كما أمرهم. مع طلوع شمس يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد، يتوجه الحجاج إلى منى لرمي جمرة العقبة. يوم النحر هو اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، سمي بذلك لأنه اليوم الذي ينحر فيه الهدي. يبدأ الحاج بالرمي ثم نحر الهدي والحلق أو التقصير، ثم الطواف بالكعبة، طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة. في اليوم التالي تبدأ أيام التشريق، وهي أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، فيما ينشغل الحجاج برمي الجمرات الصغرى والوسطى وجمرة العقبة. هي أيام ذكر وشكر لله كما ورد في القرآن الكريم. للحاج أن يتعجل إن أراد، لكن يلزمه أن يغادر مشعر منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من التشريق، ومن أراد بقي لليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة لرمي الجمرات الثلاث. آخر مناسك الحاج طواف الوداع، ويغادر بعدها مكة المكرمة.